سؤال المرور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تقول عدوان على سوريا شنو تكون رياكسيون تاعك شنو تعمل؟ اكيد سننتهج الممارسات الاحتجاجيه الشعبيه اللي نضغط على الحكومه من اجل سحب بساطها السياسي الداعم لهذه القوى المتدخله في سياده شعبنا العربي في سوريا. ولا اعتقد ان اي تونسي حر يمكن ان يقبل بان تكون تونس مشاركه في هذا العدوان مهما اختلفنا في موقفنا من النظام السياسي في سوريا. رئاسة الجمهورية أن مواقفها السابقة كانت تدعم القوى المناهضة لشعبنا في سوريا واللي تستهدف وحدته، على ذلك نقول لهم راهو بين قوسين يا مؤسسة يا رئاسة اسمعوا صوت الشعب وكونوا في مستوى حقيقي يعبر عن سيادتنا وإرادتنا ولا تخضعوا للابتزاز السياسي لبعض القوى اللي أنتم داخلين معها في تحالفات سياسية مشبوهة.